السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. عدنا الحمد لله رب العالمين إلى الورشة بعد ما تم الفحص وطلعت النتيجة سلبية، عدم الإصابة، والحمد لله رب العالمين، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن ثم بفضل دعائكم لنا، فربي يبارك فيكم ويحفظكم من كل سوء ويقيكم من شر هذا الوباء الخبيث. وطبعا أنا بشكر كل اللي واساني وكل اللي حكى معاي وكل اللي راسلني وكل اللي دعالي بظهر الغيب، فأنا بشكر الجميع وجزاكم الله عني خيرا وبارك الله فيكم. إن شاء الله اليوم إخواني بدنا يعني نشرح طريقة أخذ بيانات محرك ثلاثي فاز أربع حصان. طبعا إن شاء الله بكل سهولة وكل يسر، وأنا بحب أصور هاي الفيديوهات على أساس إحنا أو يعني المبتدئين يتعلموا كيف يأخذوا بيانات للمحرك بشكل دقيق، لأنه هاي المرحلة من أهم مراحل لف أو إعادة لف المحرك، لأنه إعادة لف المحرك بتعتمد على دقة أخذك للبيانات. فإذا كان في عندك مشكلة في أخذ البيانات أو خطأ في أخذ البيانات، فبالتالي لن ينجح المحرك. فلازم إحنا والواجب علينا أنه نركز كثير في موضوع أخذ البيانات ونأخذها بشكل دقيق. وأنا أعطيتكم أكثر من مرة في فيديوهات سابقة كيف نأخذ البيانات، وأعطيتكم أساسيات يعني أنك تركز على بعض النقاط وانت بتأخذ البيانات، هاي النقاط لازم تركز عليها، فإذا أخذتها بتكون أخذت البيانات بشكل صحيح. طبعا إن شاء الله راح نذكر كمان اليوم منها وبعض الملاحظات المهمة الأخرى. طبعا هذا المحرك 4 حصان 3 كيلو وات 4 اتش بي 4 حصان، مكتوب عليه الجهد 220 380. الآن إحنا لما نشوف على اللوحة مكتوب 220 380، وكونه البلد إحنا عندنا أو الأغلب يعني الشائع في البلاد إنه الثلاثي فاز 380 فولت، فإذا بيشتغل في هاي البلد على ستار، على توصيلة ستار الخارجية، لأنه ال 220 مكتوب على اللوحة 220 380، هاي بتعني إنه 220 على الدلتا و 380 على الستار. دائما دائما أعلى جهد مكتوب على اللوحة بكون على توصيلة الستار، ودائما دائما أقل جهد مكتوب على اللوحة بكون بيشتغل على الدلتا. فإحنا عندنا 220 380، إذا عندنا إحنا بيشتغل على 380 بيشتغل على ستار. وإحنا لو نقلبه هيك ونشوف الروزيتا، طبعا الروزيتا الآن هي موصولة ستار زي ما انتم شايفين، هاي نقطة الستار وهاي الفازات الثلاث. هاي أول معلومة أخذناها إنه المحرك بيشتغل على الستار. طبعا الآن بنفكها، خلوني أفكها وأرجع، ما بدنا نطول بالفيديو. طبعا فكينا إحنا الحديدة، الآن بنقص الأسلاك الستة. طبعا بنفك الروزيتا، وبنشيل الجلدة. الآن زي ما انتم شايفين احنا عندنا ثلاث أسلاك خارجة من كل جهة، يعني ثلاث أسلاك من جهة الشمال وثلاث أسلاك من جهة اليمين. هذا بيعني أنه الأسلاك اللي بتخرج، هاي الأسلاك الستة إلها ترتيب معين، زي ما حكينا بفيديوهات سابقة إلها ترتيب معين، لازم تخرج ثلاث أسلاك من جهة على الروزيتا معينين، يعني مش أي ثلاث أسلاك، وثلاث أسلاك على الجهة الثانية زي ما أنتم شايفين، ثلاث أسلاك من هاي الجهة وثلاث أسلاك من هاي الجهة. فما بصير إحنا لما نطلع الأسلاك الستة نطلعهم على مزاجنا أي ثلاثة من أي جهة، لا، لهم ترتيب معين تكلمنا عليه كثير في فيديوهات سابقة، اللي هو على طريقة أنه تأخذ واحد وتترك واحد، أو طريقة واحد ثلاثة
اثنين أو طريقة واحد ثلاثة خمسة. طيب والآن إحنا بنجيب المحرك. طبعا هذا المحرك مكتوب عليه 1400 دورة سرعته أربع أقطاب. طبعا بنقلب المحرك من ناحية الأسلاك. إحنا المفروض إنه إحنا نعلم مكان خروج الأسلاك، لأنه هاي الجهة من هون الستيتور مساوي للطول، يعني طول الستيتور من هون هاي الجهة مساوي لهاي الطول، فالأفضل إنه إحنا نعلم مكان خروج الأسلاك على أساس إنه نرجع كل شيء مكانه بالضبط. نحط لنا أي علامة بهذا الشكل مثلا، وبعدين بنقلب بنقلب المحرك بهذا الشكل. طبعا بدنا نطلع نسحب الأسلاك بالشاكوش، بندق عليها شوي هيك على أساس إنه إحنا نشيل الخيط الموجود والأسلاك تبين معانا. طبعا زي ما حكينا دائما وزي ما شرحنا كثير في فيديوهات سابقة، إنه إحنا بنسحب الأسلاك إذا كان السلك اللي خارج للروزيتا، السلك اللي خارج للروزيتا إذا كان عليه معكرونة واحدة من مجموعة واحدة فالتوصيل توالي، فالتوصيل توالي. إذا كان عليه معكرونتين من مجموعتين مختلفتين من نفس الفاز بكون التوصيل توازي أو نصف توازي. إذا كان عليه طبعا هذا اللي بهمنا أكثر إشي. أما في أمور زيادة مثلا، إذا كان عليه معكرونتين كل معكرونة من فاز، كل معكرونة من فاز بكون هذا التوصيل دلتا داخلي. وطبعا إذا كان عليه في المحركات الكبيرة إذا كان عليه أربع معكرونات بكون هذا التوصيل توازي كامل. طبعا هذا المحرك مش رح يكون هذا توصيله، لأنه التوازي الكامل بكون في المحركات الكبيرة والكبيرة جدا، مش هاي المحركات المتوسطة أو الصغيرة. طيب احنا بنحاول بنشيل شوي من الخيط وبنسحب السلك. يعني انا لو اخذت معلومة سلك واحد بكفيني، لانه راح يكون الباقي متشابهين. فاحنا بنحاول نطلع الاسلاك ونشوف اي سلك بيكون واضح معلومته بالنسبة لنا. هذا السلك انقطع، ما في مشكلة. الآن لو بتلاحظوا السلك عليه معكرونة واحدة جاي من مجموعة واحدة، وهذا نفس الشيء نفس الكلام عليه معكرونة واحدة طالعة من مجموعة واحدة. فإذا التوصيل احنا عندنا هون توالي، إذا التوصيل المحرك التوصيل الداخلي للمحرك توالي، والتوصيل الخارجي ستار، الداخلي توالي والخارجي ستار. طبعا هيك حددنا احنا بكل سهولة التوصيل الداخلي والخارجي. خلونا نسحب الاسلاك الثانية. طبعا خلص انتهى، يعني هيك احنا انا عرفت انه شو توصيله انه توالي، ما بهمني اخرج باقي الاسلاك او لا، لكن طبعا احنا بدنا نخرجهم لانه بدنا نفكهم. خلوني بس اورجيكم برضو، لاحظوا انه كل سلك عليه معكرونة واحدة جاي من مجموعة واحدة، وهذا نفس الكلام. لاحظوا عليه معكرونة واحدة جاي من مجموعة واحدة. تمام، الان بنقطع سلك وبنشوف إذا كان يعني ملفوف بكم من بكرة بكم من سلك، يعني اللف ماشي بكم سلك. الآن في عندي أنا هنا سلك رايح المعكرونة تبعته، فبنقصه إحنا. لاحظوا الآن ملفوف مجوز بسلكين، ملفوف مجوز بسلكين. الآن بنقطع الأسلاك كلهم. بنقيس طبعا السلك، خلوني اقيس السلك وارجع انا على السريع. طبعا زي ما بحكي دائما انا انه نقيس السلك بعد ما نحرقه افضل ما نقيسه بالعازل،
لأنه أصلا يعني القياس المكتوب على البكرة هو القياس بدون عازل، فإحنا نقيسه بدون عازل. فهون بعطيني قياس 7.1 دزيم، والسلك الثاني 7.5 دزيم. فإذا هو ملفوف بسلكين، 7.1 دزيم و7.5 دزيم. طبعا هاي المعلومات كلها بنسجلها عنا على اللوحة على الدفتر على أساس إحنا نعيد لفه. طيب الآن بيبقى علينا إنه عرفنا التوصيل الداخلي والخارجي وعرفنا قطر السلك. الآن بيبقى علينا نأخذ الخطوة ونأخذ عدد اللفات، وهيك بنكون أخذنا البيانات بشكل كامل. طبعا هون لو بتلاحظوا أنتو المحرك ملفوف ملفين، المجموعة ملفين، والمجموعة اللي بعديها ملف، واللي بعديها ملفين. بعرفش إذا واضح عليكم. لاحظوا هون، خلونا على هاي، هاي أوضح عشانها مش محروقة. هاي لاحظوا ملف ملفين، واللي بعديها مباشرة بتيجي ملف واحد، واللي قبلها من هاي الجهة طبعا راح تكون ملف واحد كمان. ها خلوني بس اشيل هاي اذا بتلاحظوا ملف واحد وهاي ملفين. فاذا المحرك هذا وهو طبعا 36 مجرى ملفوف بخطوة، احنا طبعا لو ناخذ الخطوة راح نلاقيها 18 لو نحاول نعدها. الان هاي مدى المجموعة من هون لهون، اي 1 2 3 4 5 6 7 8. اذا فعلا 8 من 1 الى 8، 1 الى 10، و1 8 لوحدها زي هيك بهذا الشكل، من 1 الى 8، 1 الى 10 مجموعة، والمجموعة الثانية من 1 الى 8 لوحدها. طبعا معروف لنا احنا هاي الطريقة، طبعا هاي الطريقة اقطاب حقيقية كاملة، اقطاب حقيقية كاملة. وزي ما حكينا بفيديوهات التعديل الصحيح انه في او التعديل الخاطئ، اول شيء انه الشباب بيجيبوا محرك زي هيك بحولوه لتاثيري. لا، انت اجاك هذا المحرك حقيقي، لا تحوله لتاثيري، خليه زي ما هو ولفه زي ما هو، افضل واحسن واقوى. ما بدنا نضعف المحرك، احنا بدنا نقوي المحرك ما بدنا نضعفه. فاحنا بدنا نلفه زي ما هو 8 10 و8 لوحده. واذا بدنا نعمل شيء احسن نقسم الخطوة الكبيرة العشرة نصفين، وبنعمل كل مجموعاته بخطوتين 8 10، والكبيرة الخطوة 11 بتكون مشتركة مع بعض. طيب الآن ما بيبقى غير انه احنا نقص وناخذ العدد. عرفنا الخطوة وعرفنا التوصيل الداخلي والخارجي، كل شيء واضح علينا. هيك نقدر احنا نفك ونعد اللفات ونلف بشكل صحيح. لكن ملاحظة بسيطة، ممكن احنا نقدر نعدل على المحرك مثلا هذا ملفوف مجوز وستار وتوالي. الان نقدر احنا نلفه توازي بسلك، بنجمع مساحة مقطع السلكين الموجودات عندنا وبنلفهم بنصف مساحة المقطع هاي. يعني عندنا احنا هنا سلكين ملفوف بسلكين، سلك 7.1 وسلك 7.5، بنجمع مساحة مقطع سلك 1.7 مع مساحة مقطع 7.5، بنجمع المساحتين مع بعض ونقسمهم على 2 على اساس ناخذ نصف مساحة المقطع وبس. والناتج معانا هاي نصف مساحة المقطع، بنشوف اي قطر بيساويها وبنقدر نلفه بهذا السلك. بنلفه بهذا السلك طبعا مع مضاعفة العدد، وبصير التوصيل توازي او نصف توازي. بنوصله نصف توازي ومع مضاعفة العدد، وبنحط نصف مساحة مقطع السلك. هاي طريقة. الطريقة الثانية، احنا عندنا ستار. الان طبعا بنقدر نعدل كمان بدل ستار نعمله دلتا 380، يعني نعمله دلتا 380 فولت بدل ما هو ستار 380. طبعا عن طريق انه بنقسم مساحة المقطع، طبعا زي ما حكينا بنجمع مساحة المقطع، بنجمع
مساحة المقطع للسلكين، وبنقسم مساحة المقطع هاي على جذر الثلاث اللي هو 1.732، والناتج عنا بنشوف مساحة القطر اللي بيساويها. وطبعا بالنسبة للعدد بنضربه في جذر الثلاث، يعني بنضرب العدد في جذر الثلاث وبنقسم مساحة المقطع على جذر الثلاث، وبصير عندنا 380 دلتا، يعني بصير يشتغل عندنا على الدلتا 380. طبعا هاي الطرق والتعديلات على اساس انه انت تقلل من السلك، تعرف تشتغل، بدكش تشتغل بمجوز، تشتغل بمفرد، ما عندك سلكين، عندك سلك واحد، تشتغل انت بالسلك الموجود عندك على اساس انه تريح نفسك او ما تروح تشتري اسلاك، او تسهل على نفسك الشغل، بدل ما تشتغل بسلكين تشتغل بسلك اريح لك، خوف لانه السلك يتشابك ويتعقد معك. فهي هي طرق تعديلات، وان شاء الله بلكي تكلمنا بفيديوهات قادمه عن هاي التعديلات بشكل مفصل اكثر. وهذا هو فيديو اليوم، ان شاء الله انه تكونوا تستفيدوا من هذا الفيديو ومن هاي المعلومات. وانا نصيحتي دائما ركزوا كثير في البيانات، في اخذ البيانات، ودققوا فيها كثير، لانها من اهم وسائل إعادة لف المحرك. فإذا إحنا أخطأنا في أخذ البيانات طبعا عمره ما المحرك رح ينجح، وما نعدل تعديلات خاطئة ونشتغل الشغل بشكل سليم بنجح معانا المحرك، وتأكد إنه رح ينجح معاك المحرك. وهاي هي إن شاء الله تستفيدوا من الفيديو. ولا تنسوا زي ما بوصيكم بوصي نفسي دائما، صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الاستغفار، والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.